تواصلنا مستمر أيها الحفل الكريم، والتحديات أيضا مستمرة ما بين شعارات أبناء القبائل تهانينا وناموس للأخوة الذين حصروا على المراكز الأوائل. تهانينا أيضا المنصور بن سعيد آل سالمين المنصوري مع الشوط الذي انتهى وانصرم 4:42 توقيته الزمني اللي هو غصاب. تهانينا والناموس للأخوة الذين حصروا على المراكز الأوائل. هكذا الانطلاق أيها الحفل الكريم، وهكذا التحديات، وهكذا الإثارة. شوطنا 11 يبدو أنه أو 13 في هذه اللحظات وبهذه الانطلاقات المستمرة. يا سلامي على هذا الإبداع وعلى هذه الانطلاقات وعلى هذه الإثارة. الشوط 13، الشوط 13 في مجموعة الأشواط. الأبكار تنطلق وتنطلق الأمال والطموح. حسين مع مقدمة الشوط، المركز الأول بلقى سيافة ناصر بن خيرة بن محمد الشامسي يقدم سيافة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني منذرة محمد بن سهيل بن سالم بن هية العامري خذت المركز الثاني. المركز الثالث الشاهني محمد بن علي بن الحميدي المنصوري خذت المركز الثالث. الرابع تابع لهيريم سعيد بن راشد بن خويدم الشامسي قدم الريم مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه التحديات وبهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف المركز الخامس الوصول مع اللي ضجة وعبد الله بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي خذت المركز الرابع. بعد المركز الرابع تابع 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 هناك 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 اللي دخل في هذه اللحظات وتقدم. الله، هذه هي مشاهد الكرام، وصلت في هذا الوصول وبهذا الإثارة المستمرة ما شاء الله. هكذا التقدم وهكذا الإبداع وهكذا التحديات وهكذا. نعم نعم نعم، تابع تابع لي تابع لي تابع لي سعيد هناك تابع لي. يا سلام، ما قدمت الشوط المركز الأول. المراكز الأربعة الأوائل التي انفردت انفراد كلي. المراكز الأربعة الأوائل راح بن خيرة راح بن خيرة راح وسالك طريق أميال سالك طريق أميال. روح يا سلام، شد الهمة شد الهمة يا بن خيرة ما شاء الله. هذه هي سيافة على مقدمة الشوط مع المركز الأول تتقدم في هذه اللحظات. ناصر بن خيرة بن محمد الشامسي يتقدم بهذا التقدم وبهذا الإبداع. لكن تابع لي تابع لي الريم مع المركز الثاني، وسعيد بن راشد بن خويدم الشامسي يقدم الريم. هذا هو راعي الوثبة، يا سلامي عليك. بالحميدي المنصوري مع المركز الثالث، بن هيا رابعا خامسا تابعوا لي المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه التحديات والإثارة. شوف التقدم وشوف الإبداع والإثارة. لكن لا زالت سيافة لا زالت سيافة لا زالت سيافة بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول تتقدم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لكن اللي وصلت في هذه اللحظات وتقدمت في هذا الإبداع وبهذه التحديات المثيرة المستمرة مشاهدنا الكرام. الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. آلف هيدا آلف هيدا يتقدم مع المركز الأول بهذا التقدم وبهذا الرقص الجميل على مقدمة الشوط مع المركز الأول. يا سلام عليها. شودة 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 عبد الله الراشد بن سالم فيدا المري تهانينا وناموس وسلام للمملكة العربية السعودية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هكذا الفيد وهكذا شودة، تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني المركز الثاني بدون عن سيافة أيضا هناك
ناصر بن خيره الشامسي، والمركز الثالث عند راعي وديعه، والمركز الرابع عند ايضا بن الحميد المنصوري، والخامس الخامس اللي هي مشاهد الكرام الظبي مبخوت بن مبارك بالكعم العامري خذت المركز الخامس. اشكرك يا بالكعم، مشكور يا ابو يمعه على هذه المشاركه والتحديات المثيره. توقيتنا الزمني ايضا 4 دقائق و37 شوده. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار.